طيب يا اخواننا، السلام عليكم ورحمة الله. فعاليات الباحثين السودانيين محيط حسام القيادة العامة يوم الخميس 18 رمضان الموافق 23/5/2019. بدأ البرنامج بتصوير فيديو استبياني مبادرة لا للعنصرية، نعم للتنوع، وافتتح بعده المعرض المستمر لأبحاث الفضاء من الباحث حذيفة بريمة. وهسه حاليا بنشوف قدامكم صف، الصف ده يا اخواننا ما صف بتاع عيش ولا صف بتاع اي تي ام صرف لكاش ولا كده، ده صف لباحثين وطلاب والمعتصمين الصابين بيشوفوا في كوكب زحل عبر المنظار المشتري، كوكب المشتري حاليا. والصف زي ما شايفينه قدامكم. كتر خيرك يا حذيفة يا راجل، شفته لكن ليش خيرك شوف عليك تمام. والصف جاي هتشوفوا كوكب المشتري. ها مشتري جاي مكان زحل، المشتري جاي، المشتري زحل جاي حبيبي يا حبايبنا حلوين صابنا صابنا حرق قهوه خلاص كفاك يا الكوكب بياي الكوكب بياي حبايبنا. ف دي مبادرة ممتازة جدا من الباحث حذيفة بريمة، ومعها هنا المعرض ازيك اديك العافية. هنا ده في هنا ده في الخيمة جنبنا طوالي في المعرض، فيه الكواكب مجرد التبانة والنظرية بتاعت المنظار البرنامج يعني فيري اكسايتنج. الناس يا اخوانا موجودين في محيط حسام القيادة العامة، ممكن يجوا كوكب المشترى يا اخوانا. الصف الصف جاي، البرنامج شغال الليل ان شاء الله. اللي عايز يشتري يشوف كوكب المشتري، اللي عايز يشتري يشوف كوكب المشتري. الانجلش كلوب النادي بتاع المخاطبة باللغة الانجليزية حيبدا بعد شوية، وبعده طوالي حيكون في نادي المخاطبة باللغة الفرنسية وتدريب الخطابة الجماهيرية والجلسة بتاعت الباحثين السودانيين المشاكل وآفاق الحلول. يعني صراحة المنبر بتاع مبادرة الباحثين السودانيين في اعتصام القيادة العامة يعني بقت فيه مبادرات ظريفة جدا، ونحن ندعو ونحيس الباحثين الباقين انهم يا اخوانا يجيبوا حاجات، وروا الناس ديموز، وروهم اللي بيحصل في اللابراتوريز في مختبرات البحث بتاعتكم وفي التجارب بتاعتكم اللي بتعملوها، لانه كده بنقدر نوصل الصوت بتاع الباحث ويكون البحث العلمي جزء من المين ستريم. يعني